فتحت النهارده انا واتكلمت كتير وجبت كلام من هنا وكلام من هنا وانتقدت من هنا وعليت صوتي من هنا وزعقت من هنا. طب ايه المطلوب؟ والله عندنا امل، يمكن الضمير يصحى، يمكن الرئيس يسمع وراح يبعت للراجل يقول لهم عيب، ما يصحش واحد ياخد مرات واحد ويخلف عيال ويتجوزها ويقعد قصادها. يمكن شيخ الازهر يطلع مبادئ جديده بتقول عيب ان واحده تجمع بين زوجين، وعيب ان واحده تتاخد غصب عن اهلها، وعيب ان ده يحصل. يمكن وكيل النيابه، يمكن المامور، يمكن امن الدوله، يمكن 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 يتغيروا، يمكن يبقى في حق، يمكن يبقى في عدل، يمكن يجي قاضي شريف طاهر عفيف ياخذ بالادله ويبرأ الرهبان، يمكن يجي وزير داخليه محترم يحاسب الضباط اللي قتلوا مجدي مكين والضباط اللي قتلوا الشهيد ماهر جرجس توفيق. يمكن 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 حاجات كتيره، يمكن الدوله بسرعه تلحق تحل الموضوع قبل ما تحصل كارثه، قبل ما تحصل حادثه قتل زي اللي عملها رامي عاطف خله، زي قبل ما تحصل حادثه قتل زي اللي عملها كحول. يمكن تلحقوا تلموها ولا جايين تكحلوها. للأسف كان نفسي أنا يكون في أخبار حلوة، لكن هتيجي الأخبار الحلوة منين؟ كل مرة أقول يا رب يعني تيجي أخبار نتكلم عن حاجة جديدة بتحصل في مصر حلوة، لكن واضح إن في وجود النظام الحاكم دوت إحنا مش هنسمع أخبار حلوة خالص، كل الأخبار هتبقى زي الزفت للأسف. ربنا يرحمنا، بس برضو عندي أمل، عندي أمل إن يمكن تصحى الدولة، عندي أمل إن يمكن يصحى النظام الحاكم، عندي أمل إن يمكن يفوق ضمير المحافظين ومديرين الأمن وأبطاء أمن الدولة، مين عارف يمكن تحصل معاهم معجزة وربنا يتمجد معاهم، يصحيهم يفوقهم ويفهمهم إن هم في يوم جاي هيقفوا فيه قدام ربنا، هيقفوا فيه قدام ربنا. أحاول أشوف الأسئلة يا رب أقدر أقراها. الأستاذ جرجس حنا جرجس بيقول لي برافو يا دكتور. أشكرك يا أستاذ جرجس، ميرسي جدا ليك. الأستاذة هيام فاروق بتقول لي مش فاهمة الموضوع يا لوجي، بس لو تحب نصعد الموضوع ونكتب كلنا أنا معاكي، بس المهم الموضوع الأول. أنا بجيب يا جماعة من الأحدث لفوق لتحت، فالأستاذة هيام فاروق الظاهر بترد على تساؤل للوجي ماهر اللي هي أسرة الشهيد ماهر جرجس توفيق. ننزل تحت نشوف الدنيا فيها ايه. الأستاذ ميخائيل جوارجي بيقول لي هو عار على الدولة وعلى القيادات السياسية والحكومة وعلى النخب بشتى طوائفها وأهمها النخب الثقافية والإعلامية، وأيضا عار على المصريين المسلمين الذين لا ينبغي ألا يغضبهم ويؤلمهم بل ويغزيهم ما وصلت له موجات العدوان على المصريين المسيحيين، والتي وصلت لإزهاق الأرواح وحرق الكنائس والبيوت والمنع من المشاركة في الانتخابات والضرب والإهانة والتعزية وتخريب البيوت والممتلكات المفكر طارق حجي. الأستاذ مايكل جوارجي كاتب حاجة قايلها الأستاذ طارق حجي. والله الدولة لما تكون فاشلة بتحب تشغل الشعب، تشغله في ايه؟ تشغله في لعبه. فاللعبه دلوقتي للشعب بقت الاقباط. اغري الشباب بيضحكوا على البنات، يغوا البنات، يخدروا البنات، يخطفوا البنات. وممكن يعني برضه تغري الشعب انها تحرق كنايس، تحرق جوامع، ممكن برضه تحرق قطر. المهم الشعب يتلهي. المهم الشعب يتلهي. استاذه هيام فاروق بتقول لي برافو عليك دكتور وجيه. أشكرك يا أستاذة هيام تعيش. الأستاذة ناهد الكوري آسف معلش أنا آسف يا أستاذة ناهد، ناهد الكوري اللي هي الخوري يعني، ناهد الخوري بتقول لي ماهر كان حلاق في بني سويف، دخل القسم يعمل بلاغ في بلطجي خرج جثة هامدة
من التعذيب، والطب الشرعي قال انه مات بالسكته القلبيه. يا استاذه ناهد، لا هو الطب الشرعي ما قالش كده. هو الطب الشرعي المفروض ياخد بادله الباثولوجي اللي هو معمل التحليل. معمل التحليل في الداتا بتاعته كتب ان ده كل الداتا تدل على ان ده مات مخنوق. بس طبعا الراي الاخير يعني الدكتور بياخد تحليل الباثولوجي، ممكن ياخد بيه وما ياخدش بيه، هو ما خدش بيه وكتب دي سكته قلبيه، طبعا كله هيحاسبه حاتم، اصل حاتم ما يتحاسبش. بس ثقي تماما، القاتل يقتل ولو بعد حين، القاتل يقتل ولو بعد حين، ودم الشهيد ماهر جرجس توفيق مش هيروح هدر، دمه على راس اللي قتلوه وعلى راس اولادهم. الأستاذة لوجي ماهر، يا دكتور وجيه رؤوف عامل أكتر من فيديو لقصة ماهر. دكتور وجيه رؤوف عامل أكتر من فيديو لقصة ماهر، وأنا نزلت أكتر من فيديو للمطالبة بحقه. اكتبي ماهر جرجس توفيق. الأستاذة لوجي بتكلم الأستاذة هيام، بتقول لها إن أنا كتبت عن الموضوع ده وكلمت عن الموضوع ده في أكتر من فيديو، ولو اتكتب اسم ماهر جرجس توفيق على جوجل هتطلع الفيديوهات. وحتى هي مدام شهيد ماهر جرجس توفيق عامله اكتر من فيديوهين او ثلاثه. الاستاذ ايهاب المصري بيقول لي دوله كلها فاشله. بالتاكيد دوله فاشله للاسف، ومش عايزين يدوا اي وميض نجاح، من فشل لفشل. لا، وعايزين ايه؟ عايزين يجددوا، عايزين يجددوا. اصل طالما بنقول في ازهى العصور، هم عايزين يجددوا عشان نعيش العصور الوسخه اللي احنا عايشين فيها دي. اسف لللفظ يعني، انا اسف يعني. الاستاذ هيام فاروق بتقول اشكرك يا لوجي، وده للتوضيح، بترد على لوجي. ماشي، واضح ان الكلام خارج مش ليا يعني. كلام طارق حجي هو عار على الدوله. ما انا قريتها يا استاذ، يا استاذ مايكل ميخائيل جورجي، شكرا ليك. أليس، أستاذة أليس بتقول لي ربنا يوفقك. أشكرك يا أستاذة أليس، ربنا يحفظك ويحفظ أسرتك، شكرا ليك، ميرسي جدا. ناهد الخوري بتقول لي حلقة رائعة يا دكتور، أشكرك يا أستاذة ناهد، ميرسي. أستاذة ناهد عبد الشهيد بتقول لي الإخوان أكلوا، الاخوان اكلوا وشنا، وبيقولوا ان الانبا بسنتي قال اذوب عشقا في السيسي. هو حد ودانا في داهيه غير التضليل للقيادات؟ الانبا بسنتي بيقول اذوب عشقا في السيسي، والانبا بولا يقول لك انا لما شفت السيسي شفت المسيح، ورئيس الكهنه بيقول احنا نعيش في ازهى العصور. ميخائيل عجيب بيقول الامل يا دكتور عزل 118. والله الامل في ربنا يا استاذ ميخائيل، احنا اللي عايزين نقول كده ولا كده. اذوب عشقا، تمام، وصلت المعلومه. استاذه ناديه بتقول لي ربنا يبارك حياتك يا دكتور وجيه ويسندك، اشكرك يا استاذه ناديه، تعيش، ميرسي جدا. الاستاذ جون جميل بيقول لي الاحداث الاخيره دي علشان تعديل الدستور. كل حاجه توقعها، كل حاجة توقعها، دستور عندك، نظام يعمل أي حاجة، نظام يعمل أي حاجة. طبعا يا جماعة أنا يعني لو كان في أسئلة أنا مش قادر أجيب غير دول، بس هو في أكتر من 61 كومنت بيقولوا. بس الصفحة مش 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 قادر أجيب كله يعني، فأنا مش عايز أطول عليكم. وانا زي ما بقول لكم يعني انا ما بتكلمش محبه في النقد، لا، انا اتمنى الاصلاح، انا اتمنى بكره اقول البلد دي فعلا ازهى العصور، واتمنى اقول البلد فعلا شمعه منوره، واتمنى اقول انها دوله الحق والعدل والسلام، واتمنى ان اقول بلدي دوله القانون ودوله حقوق الانسان، واتمنى ان اقول دولتي دوله مدنيه، دوله عصريه، دوله متحضره. بس ادونا ادونا.
أشكركم من قناة الصوت الصارخ على الميديا الإعلامية، أتوجه لكم بالشكر جميعا، وإلى لقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، دكتور وجيه رؤوف، مع السلامة.